السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وبعد. في عالم اليوم صار في خطورة شديدة وحقيقية على الرجولة، يعني صار الموضوع عبارة عن شيء نادر وتقريبا يصعب تحقيقه والحفاظ عليه في عالم اليوم بسبب أشياء كثيرة ليس الآن موطن تفصيلها، لكن لمجرد ذكر الأمثلة التي فعلا تعبر عن التهديد الخطير على الرجولة، وبعض الإشارات على ذلك. مثلا بعض الدراسات تشير إلى أنه مستوى التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة عند الرجال بينزل خلال السنوات الأخيرة، يعني حتى التأثر الجسدي، احنا نحكي على مستوى التأثر الجسدي فضلا عن المستوى الأخلاقي ومستوى التصرفات. وطبعا لا تحتاجون أن أؤكد لكم موضوع أنه عندنا في عالم اليوم مثلا موضوع بتعرفوا موضوع النسويات والمساواة وما في داعي، ما في فروق بين الذكر والأنثى، وكل هذه الدعوات اللي حتى تجاوزت الحد في الانتكاس الفطري إلى درجة أنه أصلا ما في ذكر وأنثى، هو عبارة عن طيف، الذكر هو عبارة عن شكل من الأشكال والأنثى عبارة عن شكل من الأشكال وما لازم يكون فيه محددات. يعني الموضوع زي ما بيقولوا زيطة يعني. ولذلك أنا لا أريد أن أفصل فيما يحصل الآن في محاربة موضوع الرجولة، لكن أريد أن أتكلم عن كيف يمكن أن تتصرف أنت كرجل، خاصة مع النساء ومع المرأة، الرجل كيف يتعامل مع المرأة بحيث يحفظ تلك الرجولة، بعض ملامح تلك الرجولة اللي مطلوب منا أن نحفظها. ولكن دعوني أزعجكم قليلا بشيء يدفعنا لهذا، اللي هو نوع من التشجيع اللي قد يكون صعب صراحة. شوف، عليك أن تدرك أنك كرجل عندما تترك وظيفتك كرجل فأنت فعليا حلقة من حلقات هذا المسلسل السيء في طمس معالم الرجولة، بل حتى طمس معالم الأنوثة وتدمير المجتمع بشكل عام. لازم تدرك هذا، لازم تدرك أنه لك دور كرجل، لك دور كبير جدا، والموضوع مش معركة فكرية الدعاة والمصلحين والمشايخ هم اللي شغالين فيها. لا 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 لا، أنت كرجل لك دور فيها كفرد، لأن المعركة هي بصفتها الأساسية هي معركة اجتماعية وليست معركة فكرية. نعم، قواعدها الأساسية قواعد فكرية وعقدية ودينية، نعم مهم جدا وحتى فطرية، لكن المعركة في حقيقتها على أرض الواقع هي معركة اجتماعية. إيش يعني؟ يعني ما بين المجتمع الفطري الذي يحمل الدين، اللي يكون مهيئ لحمل الدين وحمل الرسالة، وبين مجتمع منكوس الفطرة متركب عن طريق الإنسانية إلى طرق البهيمية، بل حتى البهيمية أفضل منه. هذين المجتمعين، هذا المجتمع المرجو وهذا المجتمع الذي يريده المرجو في الدين والمجتمع الآخر الذي يريده الشيطان، هذه المعركة بينهما، وكل فرد في المجتمع له دور في هذا، وخاصة الرجال. لهم دور كبير جدا في هذا. كيف يعني؟ نعم، فأنت بتخلفك عن دور الرجل اللي هو دورك، أنت فعليا قاعد تتخلف عن مكانك في الصف، في صف المعركة. وأنت في تخلفك عن دور الرجل، أنت فعليا تخلفت عن دورك في حماية عرضك، في حماية أسرتك، في حماية مجتمعك. هذا مهم، لازم تعرفه. ولازم تعرف أنه لا يعفيك من المسؤولية أنه غيرك من الرجال تخلفوا عن مكانهم وتركوا وظيفتهم كرجال، ولا يعفيك من المسؤولية أن بعض النساء أيضا رفضت ترفض مكانك في المعركة وتقول لك لا، ما إلك علاقة، لا تتدخل فيه، لا كذا كذا كذا. لا لا، لا يعفيك هذا من المسؤولية. لذلك أنا أفوت مباشرة على الموضوع اللي هو كيف تتعامل بشكل عام وكيف تتعامل مع المرأة كرجل. أولا، أن تتحمل مسؤولية كونك رجل. إيش يعني؟ أنت كرجل مطلوب منك أخلاق، مطلوب منك سلوكيات، ومطلوب منك عبادات خاصة فيك كرجل، على رأسها مثلا مفهوم تحمل المسؤولية اللي هو أن تحمل مسؤولية تصرفات معينة، أشياء بسيطة، وما بتكلم حاليا عن حلال وحرام بقدر ما هو عن مسؤولية فطرية بسيطة. يعني أعطيكم مثال عليها، مثال بسيط قد يكون مزعج لكثير من الناس. أنت الآن جالس في البيت وأختك معك في البيت، بيت أهلك يعني، بدي أفترض أنك مش متزوج،
يلا مين ينزل يشتري شغلة من الدكان، مين ينزل يصلح لنا مش عارف إيش، مين ينزل يشوف، مين ينزل يعارك الرجال. فأنت ما عندك أي مشكلة تكون تلعب على الببجي، ما عندك لا انشغال حقيقي ولا شيء، وبتخلي أختك تروح. هذا من عدم تحمل المسؤولية اللي بنحكي عنه. ولذلك زمان، ما بدي أقول زمان، ما زال للآن بعض هذا، بعض الأمهات كانت تعرف إذا عرفت من ابنها أنه عنده شيء من الرجولة، ها شيء من الرجولة، فكيف تستفزه للعمل؟ تقول له مثلا، تقول له مثلا يعني أنا أروح أشتري الأغراض، فهي تهدده يعني إني أنا أروح أشتري الأغراض، فكأنها تستفزه فيه معنى إنه أنا الإمرأة أروح أشتري الأغراض وأنت رجل جالس في البيت. فهو طبعا ينزعج من هذا ويستفز وهي تحرك. طبعا هذا الأسلوب سيء، تمام؟ فإن كان من النساء من يسمع هذا، هذا أسلوب سيء يعني لا تفعلونه. مش كثير بيجيب مفعول، أحيانا بيجيب مفعول عكسي، بيصير الرجل يقول تمام لا تريدين رجلا، مع السلامة. لكن بحكي عن المعنى الفطري الحاضر الذي يعني يتم استفزازه في مثل هذه المواقف. فأنت كرجل عليك أن تتحمل مسؤولية في مثل هذه المواقف وبشكل عام، بشكل عام. طيب ما هو النساء مريحين في هذا الجانب، بدك أنت تمد رجليك، ما بيزبط. يعني بعض الرجال لما صار الوضع زي هيك إنه النساء تقول إيه إحنا والرجال سواء، إحنا بدنا نطلع وهم بدهم يطلعوا، بدنا نتنافس في سوق العمل، و و حتى الإخوة والأخوات في البيت، حتى الزوج والزوجة في البيت. فأصبح بإمكان الرجل إنه يريح لأنه بطل مسؤول، خلص هذه المسؤولية بطلت مسؤوليتي لوحدي، يستطيع القيام بها أختي زوجتي، فما في داعي أنا أقوم بها. فهذا يجعله، وطبعا بصفته إنسان والإنسان يحب الكسل، تمام، تجعله قادر على مثل هذا، إنه يمد رجليه بين قوسين وخلص خلي الأمور تمشي. لكن بدك تعرف إنه هذا يقدح رجولتك، هذا يقدح رجولتك وبيأثر حتى على الهرمونات تبعتك. فبدك تعرف إنك لازم تأخذ موقف وتأخذ مكان في هذا، في هذه في في هذا في هذا السياق. حتى مرة أخرى، حتى لو كان غيرك مش في هذا يعني قاعد يتنازل عن هذا المكان، حتى لو كانت النساء تتقدم لهذا المكان، عليك أن تأخذ مكانك في هذه المعركة. مسألة أخرى، مثل موضوع صار الآن لدرجة إنه الشباب بيستنى يشوف واحدة موظفة يتزوجها مشان تصرف معاه على البيت، أو حتى تصرف عليه. يعني ماشي، أنا فاهم الأوضاع الاقتصادية صعبة، لكن أن يصبح هذا هو الأصل، هاي مصيبة، هاي مصيبة، مصيبة في يعني مصيبة على الفطرة. كيف يعني؟ كيف يعني أنت تبحث عن من تصرف عليك يعني؟ لا، ما هو، وما هو كيف يعني، ما هو طب روح دور لك على حلول أخرى. على الأقل أقول لك، على الأقل أعرف أنه هذا ليس هو الأصل وليس هو المطلوب، وعليك أن عندما تتعامل بهذا الشيء تتعامل بحياء يعني، وأنت مستحي من حالك. طبعا أنا مش ضد الزوجة تساعد زوجها في عند الحاجة عند الضرورة، هذا له تفصيله، وما بتكلم عن العمل المرأة اللي بيكون فيه حرام واختلاط وكذا، لا لا، أنا بحكي حتى لو كان العمل حلال. هي فكرة أن يكون هيك الرجل بكل بساطة، بكل بساطة وبكل نقص رجولة خليني أسميه، ما عنده مشكلة إنه هو ما يتحمل المسؤولية، إنه يكون في غيره يشاركه هذه المسؤولية. هذا مكانك اللي لازم تكون فيه، ولذلك جعلك الله رب البيت، جعلك المسؤول، جعلك اللي تأمر وتنهى. نعم لك أمر ونهي، هذا تشريف، وهذا التشريف لا يأتي هيك ببلاش، هذا بيأتي مع تكليف. أنت مشرف بهذه المكانة أنك تأمر وتنهى ومسؤول، هذا التشريف له لأنك مسؤول، لأنك نعم في ليالي بدك تكون مش قادر تنام من وراء من انشغالك بمسؤوليتك، وتبذل جهد وتبذل وسع وتبذل من جهدك وفكرك ومالك لكي تتحمل مسؤوليتك، ولا شو يعني رجل العاد؟ وبعدين في أشياء يعني لعلها دردشة قد لا أضبط فيها المسائل، قد أذهب وآتي إلى بعض القضايا، لكن في أشياء حتى تصرفات، أشياء بين قوسين داخلية يعني تفاعل عاطفي، مثلا مثل خلق الغيرة. الغيرة الرجل من أخص خصائص الرجولة، الغيرة. الغيرة صفة كمال في الرجال. طبعا الغيرة مش الجلس اللي بيعرفوها الأجانب، تمام. الغيرة لا نتكلم عن غيرة النساء هنا، لا نتكلم عن غيرة الرجال. غيرة الرجال خلق كمال، هذا خلق كمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي يشكو من موضوع، يتكلم في موضوع عن الغيرة، قال صلى الله عليه وسلم
لما كان بيحكي له كأنه سعد بن عبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأغير من سعد، يعني أنا بغار أكثر من سعد، والله أغير منا. فالغيرة صفة كمال، وللرجل هي صفة خاصة. ولذلك لا تسمع كلام بيحكي لك إنك insecure، والله إذا بتغار على محارمك insecure، أنت عندك مشكلة في تقديرك لنفسك عشان هيك بتغار. هذول تخبيص، هذول الناس اللي مش فاهمين شيء، هذول بيتكلموا عن غيرة النساء، طبعا بجوز ما بيعرفوا عن شو معنى الرجولة أصلا، فهم ما بيتكلموا عن الموضوع، انساك منهم. لكن الغيرة بمعنى، بس عشان تفهم شو معنى الغيرة، الغيرة مثلا، الغيرة معنى عام، اللي من ضمنه الغيرة على محارم الله مثلا. أنت عندما تغار على محارم الله إيش معنى هذا؟ معناها أنك تغضب وتنزعج إذا رأيت أحد يتجاوز حدود الله عز وجل. فمثلا تجد واحد يعصي الله فأنت تغضب لهذا، وإن كان لك وسع وطاقة وقدرة تدفع عن هذا الحرام، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه هي الغيرة، هذا معنى الغيرة، إنك تدفع عما هو ممنوع، تدفع عما يحفظ، تدفع عما تستطيع دفعه باختصار، تمنع، تحصن، تدافع، تحمي. هذه الغيرة. فلما تحكي عن غيرة الرجال على نسائهم، أنا بحكي عن غيرة الرجال على أمه، على أخته، على زوجته، على بناته، هذه صفة رجولة. واللي ما عنده هاي لازم يراجع التستوستيرون مبدئيا، ويراجع فطرته. يعني مش معقول، هذا مش معقول. وبالمناسبة كثير من الرجال اليوم للأسف عندهم بعض الغيرة، كيف تخلصوا منها؟ بفكر حاله هيك صار كول، يعني صار يقول لنفسه: آه، ما هو الوضع تغير، المجتمع تغير. لا يا حبيبي، في كثير من المجتمع تغير، لكن ما زال في عالم اليوم رجال عندما ينظرون إليك يرونك ديوثا. فلا تفكر حالك رحت بعيد، ما زال في هذا العالم من يراك ديوثا. فإذا كثير منشغل بكلام الناس فخذ لك هاي. وبالعكس الناس الثانيين عادة مش جوجمنتال، فتخافش منهم. بدك تخاف، خاف من الرجال الحق الذين يرونه، إذا بدك تخاف من البشر. ولكني أدعوك أصلا إلى العودة للفطرة والخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا بدك تخاف من البشر خاف من الرجال الحق الذين يرونك ديوثا. فمش معقول، يعني مش معقول. أنت مسؤول. نعم مسؤول. يعني حتى بالمناسبة مسؤولية الأخ عن أخته في البيت، وإن كانت بدرجة معينة، أنت كأخ مسؤول عن أختك من ناحية النصح يعني الإشياء بالمودة والنصح، وإذا كان لك أمر ونهي بدرجة معينة فلا بأس برضه. لكن المسؤول الزوج عن زوجته، أنت مسؤول عنها. يعني هي إذا خرجت من البيت بشكل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هي تأثم وأنت تأثم معها، أب وبنته كذلك الأمر، بل أشد. فكيف تسوي حالك ما لك دخل؟ والله هي حرة. لا مش حرة، وانت وهي لستم احرارا، انتم عبيد لله سبحانه وتعالى. لكن بعيدا عن موضوع العبوديه اللي هو مهم جدا، لكن انا بتكلم عن اصل فطري اصلا، هو شكله ضارب عندك، لكن الاصل الفطري مهم ان نرجع لكي يقوم عليه الدين. فهذا مهم، الغيره. وبالمناسبه الغيره هذا مما تحبه النساء. مره ثانيه، انا بس عشان تعرفوا، انا بتكلم عن تعامل الرجال مع النساء. النسويات انا لا اعتبرهم من النساء، تمام؟ انا بتكلم عن مراه تعتبر نفسها مراه. النسويات هذول كائن حي آخر، هجين. هذول خلاصة التعامل معهم بتأخذهم على قد عقلهم، فلا تعاملهم على أنهم رجال، لأنهم مش رجال بطبيعة الحال. النسويات والنسويين كلاهما لا تعاملهم على أنهم رجال ولا نساء، فأنت يعني ما بتعطيهم مرتبة الرجال، ولا تقدرهم وتحترمهم وتراعيهم مراعاة النساء، تمام؟ هيك بتحطهم هيك على جنب. فأنا ما بتكلم عن هؤلاء، أنا بتكلم عن التعامل مع المرأة. المرأة تحب الغيرة. الغيرة معناها أنك إنسان تتحمل مسؤولية، تتحمل مسؤولية ذلك الذي تغار عليه، أنك إنسان تدفع وتحمي مكان أمان. الغيرة معناها أنك تحب وتهتم. هذا معنى الغيرة، هذا معنى الغيرة. متى الغيرة بتكون مشكلة؟ في عدة مساحات. لما تكون المرأة نفسها عندها شبهات نسوية ومش عارف إيش، ولا تريد إنه حدا يحميها لأنها هي قوية، strong independent woman. هاي نسرية، حكينا ما نتعامل مع هذول البشر، أنا بتكلم عن المرأة. متى بيكون مشكلة؟ لما يتحول الغيرة إلى شك، وهذا الشك غير عن الغيرة. الغيرة شيء مختلف تماما. الغيرة معناها يعني هو أصلا اللي غار ما في فكرة الشك، هي غير حاضرة، مش حاضرة أصلا. يعني هو اللي بيغار على زوجته، هل بيغار انه بيشك فيها انها ممكن؟ هذا ما بيفكر فيه، لانه هذا اصلا ما يعني ما بيتزوجها اللي ممكن يفكر انها ممكن، يعني لا 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 لا، يعني لا بعيد. فهو يراها اطهر البشر، اطهر النساء،
ولكن هو يغار عليها من الرجال الآخرين، من نظرات الرجال، ولا هو لا يظن ولا للحظة أنها تنظر إلى غيره من الرجال، ولا أنها يعني يشك فيها، لا، ما له علاقة بالشك. هذه غيرة ليست غيرة الرجال اللي نتكلم عنها، وليست تلك الغيرة اللي هو شايف حاله مش كافي لزوجته فخايف أنه حدا يأخذ زوجته منه. أهلا وسهلا، يعني هذا لا، هذه ليست غيرة الرجال اللي نتكلم عنها، هذه مراحل يعني تحت كثير، يعني خالصة. هاي متى ما وصلت للشك هون نحكي عن المشكلة طبعا، إذا ما كان طبعا في أدلة وفي كذا، لكن ليس هذا الذي نتكلم عنه. من الأمور المهمة أن تعرفها أنت كرجل، ومن ضمن تحمل المسؤولية اللي حكينا عنه في التعامل مع النساء، أنك تتحمل مسؤوليتك كرجل حتى لو فقد الرجال رجولتهم في عالم اليوم، وحتى لو فقدت الإناث أنوثتهم. يعني ممكن أذكر قصة، بتذكر كنا في باص حافلة، فركبت الحافلة باص أوتوبيس زي ما بيسموه إخوان المصريين، كان فجلست مكان، وانتظرت إلى أن امتلأت الحافلة. بعد ما امتلأت بدأ الناس يركبون كعدد زائد، العدد الزائد بطبيعة الحال يبقون واقفين، فمن ضمن هؤلاء الواقفين كانت بعض البنات، بنات جامعة كانوا، احنا في باص اللي رايح على المستشفى على الجامعة. طيب طبعا أنا كرجل، خاصة أني تربيت في بيئة يعني جبلية نوعا ما، وبيئة محافظة، وبيئة تحت يعني تقدر المرأة وتحترمها، يعني ما في عندنا فكرة والله المرأة والرجل واحد، لا لا لا، المرأة لها قدرها في مكانها، والرجل له احترامه ومكانه. فبطبيعة الحال بدي أقوم تجلس المرأة مكاني، يعني ليس منة مني ولا لأني سوبرمان، بس لأنه يعني هذا المفروض. فقلت للذي بجانبي أنه خلينا نقوم، لأني برضو ما بدي المرأة تجي تجلس جنب شاب آخر، يعني أنا يعني برضو أطلع من منكر لمنكر آخر، لا. فقلت له البنات واقفات، فدعنا نقوم ونجلسهن مكاننا. طبعا هو نظر إلي نظرة لا نظرة يعني معاتبة، وكأنه تأفف أو كذا، مش متذكر التفصيل، بس إنه كان مش عاجبه. بالأخير قام معي، ف يعني أشرنا للأخوات إنه يجلسوا، فمنهن من جلست. واحدة منهم كان عندها مشكلة أنها تجلس، يعني برضو أنه يعني لا أذكر ما قالت بالضبط، لكن بمعنى أنه يعني ما إحنا واحد، يعني ليش أنتوا ليش أنتوا تقوموا وإحنا نقعد. فلذلك حتى لما تجد مثل هذول النساء اللي ما بدهم يفهموا، أو الرجال اللي ما بدهم يفهموا، أنت بتبقى على ما أنت عليه، ما لك علاقة، أنت بتمشي في الصح، تمشي بما يحفظ فطرتك وبما يحفظ هذا المجتمع، وبما يحفظ على النساء أنوثتهن، وبما يحفظ على الرجال رجولتهم. أما اللي بده يكون لحاله هو مخنث، بده تكون نسوية، بده يكون ديوث، هو حر، لكن أنت بتحفظ على نفسك. طبعا هذه المشكلات لا تتصور لأي درجة تدخل في حياتنا في بيوتنا، لأنه لما تخنث الرجال، المعذرة على الألفاظ، بس يعني برضو لازم نفهم، يعني لازم نفهم، لما تخنث الرجال اللي حصل كالتالي، اللي هو الرجل بده يحط راسه من راس المرأة، ما بده يفهم إنه هاي مرأة، مرأة نعم لها حاجاتها العاطفية وحاجاتها الجسدية، كما أنت لك حاجات، وهي أضعف في كثير من المساحات، نعم أضعف، وعليك أن تراعي هذا الضعف. فمن ضمن هذا الضعف بطل الرجل يفهم إنه يا حبيبي لما يصير في مشكلة في البيت ما لازم تكبر الموضوع، يعني ولما تنفع لزوجتك عاطفيا، بدك زوجتك امرأة انفعلت عاطفيا، اعطي الموضوع وقته وخليه يمشي وكذا، ما بزبط تتعامله زي صاحبك اللي انت بدك تفهم كل شيء، ولا يلا نحط كل الامور على الطاولة وبدك تسويها تحقيق يعني، وتاخذ كل كلمة حكتها، وليش حكيت كذا وليش ما حكيت كذا، ما بيزبط يعني. وهذا نجده كثيرا ترى في الشباب، كثير كثير يعني شوي، خاصة الشباب الجديد يعني في مشاكل الزوجية، اللي هو ليش حكت هيك، بالله عليك يعني، بالله عليك. طبعا النساء اذا خاطب، اذا سمعوا هذا الكلام مني، ايش قصدك يعني، احنا بنحكي كلام هيك، بتحكوا كلام هيك، مش عاجبك انت حره، بس هذا الواقع، يعني بتحكي كلام هيك، كلام قد لا تعنينه ولا تقصدينه ولا تريدينه، ولكنك منفعله، ولذلك احسن شيء يتسوى في هذه المرحله ينطبطب عليك عبين ما تعدي الامور. يعني احنا ضعيفات، ضعيفات. ولذلك مره اخرى انا بتكلم عن الرجل كيف يتعامل مع المراه، اما النسويات تشيل هذول تتركونه منهم. فهذا من اتخاذ هذا من أخذك موقفك كرجل باختصار، التعامل العاطفي هذا.
بهذه الطريقة، إنه شوي شوي حضن يكفي، زوجتك زعلانة كذا، الآن بدك تناقش نقاش عقلاني، بالله عليك يعني ارحمني. فتجد عندما نتكلم إنه الرجل يأخذ موقف، يأخذ مكانه في المجتمع كرجل، يأخذ مكانه كرجل، فوجدناها أنها في المجتمع، في الحياة الزوجية، في الحياة الأسرية، في الحياة الاجتماعية، في المساحات المختلفة، في مساحات التربية، في مساحات الأمر والنهي في البيت، في العلاقة الزوجية، هكذا كلها بدك تأخذ مكانك. ومن أسوأ ما يكون إنه الرجل يروح يعامل المرأة الند بالند. زي كيف تجد أزواج يعني بيسوي إشي عجيب، يعني مثلا الزوجة بتعصب أحيانا وبتحكي أنا ما بدي إياك وأنا كذا، بتحكي كلام. هذا الكلام أنت كرجل الأصل يعني عفوا ما يجرحك كما يجرح النساء، فتروح أنت تسوي بالشقلوب التالي اللي فتروح تحكي كلمة تقصد فيها أن تجرحها، لكن جرحها لا يلتئم كما يلتئم جرحك، إلا إذا أنت برضو تخنت وصرت نفسي ما أدريش يعني. لكن فكرة زوجة بتحكي لك أنا ما بدي إياك، أنا كذا أنا كذا، تمام زعلانة وتمشي الأمور، فتروح أنت تحكي لها هذه الكلمة إنه أنا ما بدي إياك، أنا لولا كذا ولا ما بدي إياك، هذه جارحة، هذه قاصمة بين الزوجين، بين الزوجين، أن يقولها الذكر للأنثى، أن يقولها الزوج للزوجة. فأنت بتروح تسوي حالك إنه والله ما هي حكت لي هيك، أنا بدي أحكي لها هيك، وين يعني وين إحنا رايحين يعني، متى بدنا نفهم إنه لا غير. طبعا في أشياء في المقابل بالمناسبة، في أشياء في الأنثى الأصل إنه الزوجة لا حرام تحكيها، ما بصير، حرام شرعا ونفسا وكل شيء، أشياء ما يجب أن لا تذكرها الأنثى، والذكر على حد سواء، يعني الأشياء المتعلقة ب العيوب التي لا يمكن إصلاحها لكذا، ذكرها هذا يجرح والجرح يبقى، لكن أنا أقصد في معاني معينة إنه أنت بدك تراعي إنه أنت الرجل في القضية، شو مالك أنت، ركز يا حبيبي. وبعدين في تربية الأبناء والبنات، أنت الرجل، أنت المسؤول، أنت اليوم القيامة اللي راح تتعلق، يعني أنت اليوم القيامة اللي راح تتحاسب. هل معناه الأم راح تتحاسب؟ بس أنت المسؤول الأكبر، يعني كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت لما بنتك تطلع بطريقة معينة ولا ابنك يروح يسوي تصرف معين، وتجيك أمه تحكي لك ما هو صغير، وأنت تسوي حالك وتقنع حالك أنك أنت ما بتفهم في الجيل القريب، فيعني شو بدك تسوي، خلص الأم حكت هيك، أنت مسؤول وأنت وياه بتتحاسب يوم القيامة. والله بنتك طالعة بطريقة معينة، خليها لساتها صغيرة تتحاسب يوم القيامة. ابنك بيلعب في بنات الناس وبتعرف عنه، والأم بتقول خليه مراهق، تتحاسب يوم القيامة، تتحاسب يوم القيامة. وهذا من أهم معاني الرجولة، بما أنه ذكرناه، هو راجع لمفهوم الغيرة. الغيرة مش بس على أمك وأختك وزوجتك وبنتك، على محارم الله، على بنات الناس. ولذلك هذا اللي بيشوف واحد بيلعب ببنات الناس، إذا كان ابنه ولا إذا كان كذا، وعادي ما عنده مشكلة، هذا إنسان قذر، هذا إنسان خنزير، ما كيف يعني، كيف عادي ما عندك مشكلة، وتشوف ابنك انت شو وين يعني، وين مأجر سبحان الله. ذاك هذا مكان بدك تأخذ، مكانك بدك تأخذ مكان، يجب أن تأخذه، مكانك كرجل في هذا المجتمع، في هذه الأمة، في هذا العالم، يجب أن تأخذه. ما بدك تأخذه مش عارف شو أقول لك، يعني ما بقدر أقول لك انتحر لأنه الانتحار حرام، بس بقدر أقول لك أسكت وساكت خالص تماما ولا حرف. لما تسمع الرجال بيتكلموا أنت بتسكت تماما، أنت ما إلك علاقة في الموضوع تمام. لما تسمع الرجال بتتكلم عن الغيرة، لما تسمع الرجال بتتكلم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما تسمع الرجال بتتكلم عن الاختلاط وحرمتهن، لما تسمع الرجال بتتكلم عن الخنا والزنا والأمر المعروف والنهي عن المنكر بهذا السياق، انت بتسكت لانك بتعرف حالك انه فطرتك فيها مشاكل، انت كويس انك قادر تعيش في حياتك، بتسكت ساكت، تصف على جنب. انا بعرف انه في كثير ناس بياكلوا عيش من وراء الموضوع، لا هو بيصير يتفاخر في هذا الموضوع، لانه هؤلاء ازواجهن مين، يعني من المناسب لهم، هؤلاء الديوثين المخانيث مين ازواجهم، النسويات، يعني هذول بيركبوا على بعض، بيطبقوا على بعض، يعني اللي هو
هذا بيحكي انه احنا كل واحد الرجال والنساء سواء، والمجتمع ظلم المرأة، وما في مرأة، وما في مش عارف ايش، وكذا كذا كذا. والناس اللي بتحكي احنا يلا مع بعض حلوين كذا 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 بالضبط. وهذاك طبعا بدلدل رجليه، ما بده يتحمل مسؤولية. والناس ويات هي بدها تصير تقاوم وتنافح تتحمل مسؤولية، تروح تقاوم وتنافح تتحمل مسؤولية، فما عنده مشكلة هو تجي واحدة تتزوجه، حتى لو تخطبه من دار ابوه تتزوجه وتقعده في المطبخ، ما عنده مشكلة هو اصلا. فهذول بيركبوا على بعض، بس احنا ما بنحكي عنهم، احنا برا السياق. طيب انا ترى هذه كانت كلها اصلا، كل هذه كانت مقدمات فعليا لما كنت اريد ان اتكلم عنه في موضوع انه الرجل يتحمل مسؤوليته في التعامل مع المرأة من ناحية عاطفية. انه نسائنا يجب ان تراعى عاطفيا وتتعامل معها كرجل. الغيرة، الاستيعاب، الحضن، الامتصاص، التقبل، الكفاية، الكفاية المادية، الكفاية المعنوية، الكفاية العاطفية، بل حتى الكفاية الجسدية بين الأزواج. هذا وظيفتك كرجل. مش معقول يعني، مش معقول تضطر المرأة لأي كفاية خارج البيت. مش معقول يعني، إلا إذا كنت فعلا اضطرار خارج عن إرادتك، لكن وأنت تستطيع تجعل بنتك، زوجتك، شو ما كان تحتاج خارج البيت، ليش يعني؟ والأسوأ من هذا، ما بدي أحكي كلمات شديدة كثير، بس يعني الموقف يستحق إني أحكي الأحقر من هذا. اللي بيضطر محارمه، بيضطر زوجته، بيضطر بنته، إنها تروح تحتمي منه بقى خارج بيته، تحتمي منه سواء عاطفيا ولا جسديا ولا كذا، تحتمي منه خارج البيت، بدها حدا ينقذها منه، من إساءته، من سوء أدبه، من سوء خلقه، من سوء دينه. وين الرجولة؟ وين الرجولة؟ هاي ولا التياسة حتى، يعني التيس بيكون أحسن مع إناثي. إيش يعني هذا؟ ولذلك هاي صفات أساسية الزوجة لما بدها تتزوج، يعني بدها تتأكد من إنه هذا الزوج بدها تتزوجه في عنده رجولة، مش بده يريحني ويعيشني على كيفي. هذا مش رجل بيتحمل مسؤولية. والأب اللي بده يزوج بناته بده ينتبه وين بوديهم. طبعا هذا إذا كان عنده رجولة، لأنه الأب اللي ما عنده رجولة ما عنده مشكلة، لأنه هو ما عنده مشكلة. خلص خير، بس هيك يعني. بعد ذلك نيجي نتكلم، ولا فقد الحياء اللي موجود عند النساء واسترجال النساء، كله هذا بنقص الرجولة سببه. أنا برأيي سبب، هي طبعا هي الأسباب تتداخل، يعني هذا سبب لهذا وهذا سبب لهذا، لكن الأساس وبداية العلاج من عند الرجل يبدأ. لما نصير رجال، نساءنا بيرجعوا نساء، وبيرجعوا إناث، وبيرجعوا على بيوتهم، وبيرجعوا بحيائهم، وبيرجعوا بكمال الحياء. وكنت بتسمع اللي بتكون العذراء في خدرها، بتسمع عنهم، بنسمع عنهم هذول في الخيال العلمي، بتسمع إنه العذراء لما والبكر لما تست لما 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 تخطب تستأنس وخلص. هذا بتسمع هذا الخيال العلمي، بنرجع له لما نرجع رجال. غير هيك بطبيعة الحال الوضع زي ما انتم شايفين. الله المستعان. ولذلك بس باختصار هيك، إلى كل رجل على ثغره كرجل، أهلا بك وأهلا وسهلا، يعني في خلينا نقول بنادي الرجال. ولا تخشى من الكلام هنا وهناك والتخويف والإرهاب الفكري والحركي والنسوي، إنه هذا معقد، وهذا متشنج، وهذا مش عارف ايش، وهذا انسكيور. فكك من السواليف، كل ما يقولونه هذا نقض للفطرة وانتكاس في الفطرة، ولكن يغطون على عيوبهم، لأن هذا الذكر اللي فقد رجولته يزعجه جدا وجودك كرجل. الذكر هذا الذي فقد رجولته يزعجه جدا كلامك كرجل، وجودك كرجل. هذا الذي فقد غيرته لما يشوف واحد عنده غيرة بينكسر، لأنه بيعتبر حاله حقير. هذا الذي أصبح ذيوثا عندما يجد إنسان يغار، بيحس حاله حشرة، فيعني طبيعي ينزعج. فعادي يعني، كمل توكل على الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات والرشاد والسداد والهدى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعلى رجال المسلمين رجولتهم، غيرتهم، حشمتهم، وأن يحفظ على نسائنا وبناتنا أنوثتهن وطهرهن وعفافهن.
وحياءهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه